عليكم، كيف نتوما؟ لاباس؟ صحه؟ لاباس ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جبتكم واحد ديكور كيجي مزيون، كيجي معلق في الحيط، كيجي مزيون. كنت قام شي حاجه رخيصه الصراحه. انا كانت عندي هذه اللوحه، هذه بلاكيه ديال ليزر فيها هذا حسبيه، وهنا منعكين هاد الزويقات هادو اللي كتشوفوا فيها ثلاثه، وهاد المرايات، هاد المرايات 3 دراهم كيتباعوا عند الناس اللي كيبيعوا داكشي 3 دراهم. هاد المرايات جوج، وهاد الكاريط ب 13 دراهم. هذا ماشي داك المبربش، داك الحاسبي في غير الزواقة هذيك الذهب اللي كتشوفوا، وهذا غادي نخدموا عليها وغادي نوريكم كيفاش. بعد ما قطعت هاد الشريطات، هادو فيهم 2 سنتيم، هادو غادي يجيو هنايا في هاد القنت هذا، ومن هنايا قطعت عاود شريط اخرين باش يجيب الهبطة. كان فيهم العرض ديالهم 2 سنتيم، وطلع على حسب اللوحة اللي عندكم اللي غادي تغلفوها. انا هذا غادي نجيبو غادي نلصقو هنايا، نلصق معاكم هذا. هذا الشكل حول ما امكن نجيب النص والنص، تجي معوطة. هذا الشكل هذا داك الشيء سبق اللصق الجاوة الاولى عاد كنطوي سيجي، وما كيجيش سنتيم كامل حيت على حساب لسوع اللوحه. من هنايا كتعبي حتى هي العبار ديالها شويه، كتعبي القياس ديالها. وهاد الكاغيط حتى اذا بعتيها كيخرجوا برد، ما كيبغيش يلصقوا غير بلانشا يعني الحديده اولا شي شوار، كنسخنوه كيلصق صافي، كيلصق مزيان بزاف، كيسخن كيلصق مزيان، كيزول شي مره. هذا الشكل هذا كنعملو، عاود كنعدي الجهة أخرى بحالو، هادي عاود كنعملو لها بحالو. كما كتشوفو من بعد ما غلفت الحاشية ديال هاد البلاكية بالذهبي كاملة، دورتها كاملة عليها بهذا الشكل هذا. إذا كان عندكم، إذا خرجكم هاد الكاغيط بارد كيما قلتلكم بلانشا يعني أو السيكادو يعني الحديدة ولا شي شوار، كنسخنوه بها وكيسخن صافي كيلصق مزيان. دابا غادي نعملو اللصاق هنايا، النقطة لي غتجي المرايا غادي نعملو، غادي من هنا كنغشمو، كنزلو المرايا على النقطة لي غنزلو فيها وكنغشموها. هاد اللصاق هدا خاصو يبقى يبس شوية عاد باش كيلصق مزيان، يعني كما كتشوفو أنا عملت في المرايا كارد المرايا وخليتها تدبس شوية باش. وهذا هنايا عاود كنعمل، كنخليه أنا غشمة هنايا النقطة عاد هادي المرايا غشمتها باش تجيب العبر ديالها. نفس الشيء عاود في المرايا اخرى حتى هي كنعملو لها اللصاق كما كتشوفو، واحد المية هاد اللصاق هدا كيلصق مزيان مزيان. كنسقمو في المرايا كاملة باش كيشبر، باش مبقاش القنوت هنا يشبر وشي ميلصقوشي. كنخليوه حتى هو تيكيبس شوية باش كنلصقو حتى غير مكيلصقنا. نقطع ليها الفوقية حتى هي كنعملو لها اللصاق، كنخليوه يلبس معاها مكيبسو كنلصقوهم. كنفيكسيوها هيدا القياس اللي غشمناها فيه، كنبقاو نتكاو عليها شويه باش كتشبر مزيان كما كتشوفو. الزوائد كنصحوهم، كنخليوها حتى كدبس مزيان. غادي نقطعو
نص سنتيم، هذا هو القياس، هذا سنتيم. غادي نقطعو حنا منو غنويس بحال هاد الشكل هذا مثلا شويه باش نعملوها في الوجه ديال الشجره. هاد المربع هذا فيه سنتيم، قسمته على جوج. كما كتشوفوا حتى اذا جا من شي جهه واسعه لاخرى تقدروا تقطعوا وصافي. دابا هيدا هي نص سنتيم عندي هنايا، غادي نلصقها في الحاشيه طرف لطرف هذا الشكل. هذا نقطعو على السايد لان يبقى شويه غادي نزولو بالشكل هذا صافي. هذا وهذه عاود جهه اخرى حتى هي نص سنتيم. هذا الشكل هي جهه اخرى غادي نلصقوها. هاولي باش نسولو هاد السايد لهنا هكذا، غادي ندوبوها كاملة هاد الشكل هدا. بعد ما كملتها هيا أنا علقتها في الحيط، كتجي صراحة كتجي مزيونة بزاف، كتجي غزالة أو المنظر ديالها كيجي راقي بزاف أو أنيق. شي حاجة جديدة صراحة، شي حاجة كتعملها بيدك كتجي دائما جديدة أو كتجي مزيونة يعني بلا ما يشكوها لك هنا، كتخليك تشكى راسك بيدك. لا والله الا بصح راه جات مزيونه. انا عندي هنايا علقت هنايا مع الحيط اللي عندي فيه بلازما. انا دائما كنبدل الديكور ديال الحيط ديال البلازما، دائما كنبدلو، ماشي دائما يعني نهار اليوم او غدا، يعني كنبدلو بزاف، ما كنقولش بزاف، كنقوم نبدلو يعني لا في الصباغه ولا في الالوان ولا في الديكور في الزواق ولا في كل شيء. في كل شيء يا اما كنرسم يا اما كنعلق، المهم كنبدل. حيت هذا الحيط كيكون رسمي عندنا في الدار، يعني خصك الا صبغتي التلفزيون وبغيتك هذا الحيط هذا، خصك دائما تعمل شي حاجه جديده باش ما كيجيكش المعلى في الفراجه. كتشوف التلفزيون كتشوف الديكور قدامك كيعجبك الحال، يعني احسن من داك المنظر دائما كتشوفه بحقتك. هذا هو الشكل ديالها النهائي، كتجي غزاله. ايوا تبارك الله وصلنا به. ايوا بصحتكم المشاهده ان شاء الله يا ربي. دائما تابعوني شجعوني ابوني اللايكات وكم، واذا عندكم شي تساؤل في الكومنتر مرحبا، وبارطاجيو مع صحاباتكم تعمل فائده على الجميع. وشكرا بزاف، الله يخطيكم.